تعليق على هل ممكن ان يهلك المؤمن؟ السؤال: هل الايمان كافي لدخول الملكوت؟ الكتاب بيقول ايمان بدون اعمال ميت، فهل الميت يدخل الملكوت؟ كمان بيقول ان الايمان لابد يكون له ثمر، فايمان بدون ثمر ما يوصلش للملكوت. ما ناخدش كلمة واحدة ونسيب الباقي. كمان كلمة الايمان كلمة واسعة جدا جدا، مش بس الايمان مجرد انك انت تقول قانون الايمان. ومع ذلك انا طرقت هذا الموضوع في كتابنا عن الخلاص في المفهوم الارثوذكسي في فصل كبير عن النقطة دي، ممكن تقرأه.